اذا سمحت لي بس حسن. تفضل تفضل. اشكرك يا بندر. انا حزين الحقيقه. صحيح. حزين على هذا الوضع الصعب جدا اللي وصلت له حال الانديه السعوديه. سعيد وفخور بهذه الإرادة الحكومية القوية التي عندها القدرة على المواجهة وعلى الشفافية وعلى حل كل الأمور بصوت واضح، مش بصوت خافت ولا خايف متململ، صوت واضح. حزين لأنه لا يليق أبدا بالمملكة العربية السعودية أن تشكل قضاياها في الفيفا 20%. نحن الذين في وقت من الأوقات كنا من يرتب المشهد في الانتخابات الدولية في الفيفا، نحن من أطلق بطولات على مستوى دولي وعالمي في القارات هنا في الرياض. اللي أقصده أنا من حزني لأنه كل الأشخاص أو معظم الأشخاص الذين ورطوا الأندية، يعني الحقيقة ما ندري إيش نقول، كان الشو عندهم وحب الظهور والغموض وخداع الجماهير وخداع الإعلام، طغى على مصلحة وخداع الإعلام وخداع الجماهير وأحيانا بكل أسف خداع الحكومة من أجل مصالح شخصية. والنتيجة هذا أمر مؤلم. والنتيجة النتيجة زي ما قال معالي المستشار 20% من قضايا الفيفا أمر مؤلم، من قضايا سعودية، وهذا أمر مؤسف ومؤلم ومحزن. صحيح. وشكرا للقيادة الرياضية على هذه الشفافية. صحيح. على هذا الوضوح. صحيح. على الصراحة. صحيح. نقطة مهمة بس بندر، وسط هذا المشهد أبختم وسط هذا المشهد، ها نعيد ونكرر، من يقود الهاشتاقات والحسابات الوهمية، جروبات الواتساب، الهاشتاقات اللي يقودها الحسابات الوهمية، ها سواء من داخل السعودية أو تغذى خارجيا، نقول للجمهور السعودي كل الأندية، الجمهور كل الأندية، هذه مسائل تغذى لأناس عندهم مصالح، لأناس ربما خائفين من الحالة التي أعلنت الآن، حالة الملاحقة وحالة الديون وحالة الكشف. صحيح. ربما يريدون إعاقة هذا المشروع، ها حتى لا تصل المسألة إلى المسألة التحقيق والكشف والمواجهة. نعم حسن. شوف أول شيء بقول معلومة.